قدوة. ومن اللقاءات التي أجريناها كان هذا الحوار مع الدكتور أحمد الكبيسي حين سألناه عن المواطن وكيف يكون الانتماء. المواطن هو الذي يعطي بقدر ما يأخذ، لا يكون انتماء المواطن إلى أمته أو شعبه أو دولته إلا إذا اقتنع اقتناعا ذاتيا بأن كل هذه الدولة إنما هي من ممتلكات أبيه وأجداده، وحينئذ يحرص عليها وهو مستعد في أي لحظة أن يبذل حياته من أجلها. فمن مات دون ماله فهو شهيد. فإذا اعتقد المواطن أن هذه الدولة ماله وملكه وملك آبائه وأجداده، وبالتالي فهي عزه ومجده وتراثه، وهو مستعد أن يموت من أجلها في كل لحظة، فهذا هو المنتمي. في حياة كل إنسان محطات صعبة، فما هي المحطات الصعبة في حياة الدكتور أحمد الكبيسي؟ لعلك لا تصدقين إذا قلت لك بأني منذ أن نشأت وإلى هذه الساعة أعتبر نفسي محظوظا، من حيث أنني لم أمر ولا بمحطة واحدة صعبة. وعندما أقرأ الحديث الذي يقول عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله عز وجل من يعطيهم ويمنحهم ويرزقهم ويعافيهم ولا يبتليهم أبدا وإذا ماتوا أدخلهم الجنة، أسأله تعالى أن أكون أنا من هذا النوع، لأنه في الدنيا كنت هكذا وأرجو أن أكون في الآخرة أيضا هكذا. فأنا وهذا من فضل الله ولا أدري لماذا، ربما بحب الوالدين أو دعوة الوالدين أو لأمر ما، لم أصادف صعوبة في حياتي أكثر من دقائق ثم تزول. فكل مراحل حياتي منذ الطفولة والدراسة والسفر والتعليم في الخارج والوظيفة وإلى هذا اليوم، كل مراحل حياتي وكل محطات هذا العمر كلها كانت سعيدة معطاءة، كل شيء متاح وكل شيء ممتع، ولم أمر بحياتي بأي صعوبة أو بأي شعور بالحاجة إلى شيء لا أستطيع الحصول عليه. يعني على ونحن في من عائلة مرت بصعوبات، لكن أنا بالذات ربما لقلة حيلتي، أنا قليل الحيلة وقليل التدبير ولا أعرف كيف أدبر أموري. ولهذا أبي رحمة الله عليه كان يعني يأكل همي، يقول كيف هذا، من كنت صغيرا كيف سأعيش هذا المسكين، كانوا يسميني الهبلة، أني بسيط، فعلا كنت بسيط وساذج ولا أعرف، يعني في قضايا الحياة ليس لي قدرة على أن أتدبر أمري. من أجل هذا رب العالمين رعاني كما يرعى الطفل إلى هذه اللحظة، كل ما فعلته ليس لي فيه ولا فضل واحد، بل لم أبذل في سبيله جهدا هكذا. فهذه أرجو أن تكون استدراجا، أرجو أن تكون من النعم. فأنا في الحقيقة من فضل الله وأشكره لم أمر بمحطة صعبة واحدة في حياتي ولم أقضي ليلا صعبا في حياتي. الصبر هل هو فعلا من أشد الابتلاءات؟ الصبر هي أكبر كلمة أو أكثر الكلمات ترددا في الكتاب العزيز. الصبر يا ابنتي العزيزة هو المنهج الصعب للدراسات العليا، فإذا اجتزتيه بنجاح فأنت أستاذة الأساتذة. ولهذا يوم القيامة الصابرون هم الذين سوف ينالون أعلى الدرجات لأنهم نجحوا في أصعب امتحان، وبشر الصابرين وإن الله لمع الصابرين. ورب العالمين يمتدح أعظم أنبيائه بيقول لهم إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالصبر هو الامتحان الصعب، إذا اجتازه المسلم اجتازه الإنسان عموما فقد صار إنسانا عظيما كما أراد الله له أن يكون. ما هو حقيقة الظن بالله؟ هو حسن الظن له جانبان، جانب سلبي بأن يكون ساذجا وغبيا، الطالب الذي لا يذاكر ولا يدرس ويقول إن شاء الله ربنا حينجحني، هذا حسن ظن بايخ وتافه، هذا نوع من التواكل. وحسن الظن الإيجابي أن تقومي بالدراسة والجهد يقول رب العالمين سيوفقني، بحسن الظن بالله. ورب العالمين يا بنتي له فعل وله رد فعل، له فعل خلقك وأعطاك وخلق لك الشمس والقمر وكل هذه النعم ابتدأها هو عز وجل، وله رد فعل، افعلي أنت أولا لكي يفعل هو ثانيا عز وجل. قال اذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم، نسوا الله فنسيهم.
فالصبر النصر والأفضلية في الحياة لابد من أن نباشر أسبابها أولا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذم الذي يعني غافل ومتراخي ويتمنى على الله الأماني. وحينئذ هذه الأمة الآن إلى هذه اللحظة من حيث نظامها أو فلسفتها السياسية أو فلسفتها الحاكمية في كل أنحاء الأمة الإسلامية لم تصل إلى الحد المطلوب بالرغم أو برغم كون الشعوب فعلا ترقت إلى هذا الذي ترينه. والأدلة على ترقي الشعوب كثيرة، كما قلنا إن هذه الشعوب الآن أصبحت جادة أكثر من أي جيل مضى. ومن الأدلة على ذلك أن الفضائيات التي ليس فيها لا غناء ولا سفه ولا هزل ولا برامج مضحكة ولا 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 إلى آخره، هي لم تعد مرغوبة بقدر الفضائيات الجادة التي ليس فيها إلا علم وأخبار. فالأمة نضجت لشدة هذه الإحباطات، والإحباطات كما تعلمين هي أساس التعلم، ولولا وخز الإبرة ما استقام الثوب. هذا الثوب لما صار جميلا من شدة ما وخز بالإبر، والثوب الذي لا يخز لا يلبس. فهذه الأمة وخزت كثيرا، وأنت كما تسمعين الآن ما يجري يعني شيء لا يصدقه العقل، ولا أدري كيف نتماسك في هذه الحياة على ما يجري من إذلال هذه الأمة. لكن يقتضي لهذه الأمة أن يكون هناك يعني تقارب شديد بين مستوى الشعوب وطموحاتها وبين الأداء السياسي لأنظمة العالم الإسلامي. تحتاج كثير من هذه الأنظمة إلى إعادة نظر في فلسفتها وفي موقفها، وأهم ذلك في نوع الترابط بين دول العالم الإسلامي. أحمد الكبيسي، عندما سألناها عن المرأة وهل يقتدي الرجل بامرأة، فأجاب: القدوة هو المعلم الذي يجعلك تحبينه. كل معلم يريد أن يعلمك شيئا، إن لم تحبيه لن تتعلم منه ولن يكون قدوة. قدوتك هذا المعلم الصالح الحكيم، ولكنه وصل إليك بأن جعلك تحبينه، تحبين طرحه وأفكاره وسلوكه وكلماته وهكذا وعلاقته بالناس. فالقدوة هو المعلم المحبوب، وكلما ازداد حبك للمعلم كلما ازداد اتباعك له. وأنا قدوتي ككل الناس الذين لهم ولع بالحب. محمد صلى الله عليه وسلم من حيث كونه عند الاستقراء، عند الدراسة، عند سلوكياته والنظر فيها، أن هذا الرجل العظيم عليه الصلاة والسلام خلق لكي يحب. وقد بلغ من عشق الناس وعشق الصحابة وعشق المسلمين له إلى حد الفناء. ولهذا ما أظن أن أحدا يمكن أن يكون لي قدوة بقدر ما كان محمد صلى الله عليه وسلم لشدة حبي له. ثم هناك معلمون في التاريخ الإسلامي وفي واقع حياتنا أيضا من أحببناهم كثيرا، سواء كان ارتقينا بهم في مرحلة التعليم أو قرأنا لهم وتتلمذنا على كتاباتهم وتراثهم لأننا أحببناهم. ولماذا لا تكون القدوة امرأة؟ لقد أحببنا نساء حبا عظيما. يعني أنا عندما أقرأ يعني تاريخ وسلوك أمنا السيدة خديجة بنت خويلد، أنا لا أظن أن أحدا يقرأ تاريخها ويقرأ يعني فلسفة شخصيتها وسماتها وسلوكها وما وموقفها من النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما جاء الوحي. ذلك الموقف الفريد الذي لا يمكن لإنسان أخرى ولا لإنسان آخر أن يقفه. فكل ما فيها يجعلك تحبين هذه الأم حبا عظيما، وبالتالي فهي قدوة إضافة إلى كثير من نساء التاريخ. نساء التاريخ وحتى في الوقت الحاضر هناك نساء تساوي ألف رجل. وهل يقتدي الدكتور أحمد فعلا بالقدوة؟ والله نسبيا نسبيا، يعني أنا أعترف أمامك الآن أنني مقتدي فاشل. يعني أنا أحب وأنا محب دلوعة، يعني أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفين وكما ينبغي. أحبه حب يمكن لا يمكن أن أصفه ولا يمكن أن تفهميه لو وصفته لشدته. ومع هذا أنا اتباعي له ليس مطلقا اتباعا، أنا أذنب وأستغفر وأعصي وأطيع. وأعتقد هذا يعني ما دمت أحبه
فالمحبوب يصبر على المحبين. هذا 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 يعني كان يعجبني من الأدعية ما قاله أحد الصالحين: اللهم اغفر لي ذنوبا جرأني عليها طمعي في عفوك. ولا شك أني أنا وأنت وكل الناس لا نعصي الله تحديا، إنما طمعنا في عفوه. لكم مني أجمل المنى، ومع السلامة. قدوة.